ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار القانوني والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شمان المجالي. أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي الشرائح التي يشملها برنامج تمكين الاقتصادي 2، وما هي المعايير التي أيضا يمكن التقدم بها والاستفادة منها من هذه السلف؟ أسعد الله مساءكم أختي الفاضلة، أنتم والإخوة المشاهدين. كما تابعتم بالأمس، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قررت شمول فئات جديدة في برنامج تمكين اقتصادي 2، والمتضمن صرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة كما تفضلت بواقع 5% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع. هذا البرنامج كان يشمل العاملين في منشآت القطاع الخاص. بالأمس توسعنا في الشمول لنشمل فئات الموظفين العامين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، بما في ذلك الجامعات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. وبالتالي ما على الموظف إلا أن يدخل على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويسجل بها ويتقدم بطلب صرف هذه السلفة. طيب، من لم يكن لديه تسجيل مسبق على الموقع سيد بشمان، ماذا يفعل؟ إذا كان له تسجيل مسبق سوف يدخل مباشرة على خدمات أوامر الدفاع، ومن ثم إلى برنامج تمكين اقتصادي 2. الذي لم يسجل يستطيع الدخول الآن والتسجيل، ومن ثم مواصلة عملية التقديم. طيب، عدد الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم البرنامج، بما أنه تم يعني توسيع الشرائح التي يشملها البرنامج؟ سيدتي، دعيني أقول في البداية أن هذا البرنامج أطلق سابقا وكان يشمل منشآت القطاع الخاص، وقد استفاد منه حوالي 220 ألف مؤمن عليه. والآن من المؤمل أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 225 ألف مؤمن عليه جدد، ليصبح العدد الإجمالي ما يقارب 450 ألف مؤمن عليه. وأريد هنا أن أوضح أو أكرر ما تفضلت به، أنه يشترط للاستفادة من هذا البرنامج أن لا يزيد راتب الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي، وهنا أقول ليس الراتب الإجمالي ولا الصافي، وإنما الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي عن 700 دينار. فكل من يكون أجره أو راتبه الخاضع للضمان الاجتماعي 700 دينار فما دون يستطيع الحصول على هذه السلفة. يعني وما فهمت من الخبر أنه لا يترتب عليها أي فوائد. نعم، هذه السلفة سوف يتم تسديدها عند تسوية حقوق المؤمن عليه، إما بالتقاعد أو بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وسوف تسترد دون أي فوائد على المؤمن عليه. شكرا لك المستشار القانوني والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شمان المجالي.